السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هعمل لكم كيكة النسكويك بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف المكونات بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات بتاعتي هي 2 كوباية دقيق، 2 كبار دقيق، وكوباية سكر بودر، وكوباية لبن، وكمان 3 بيضات، وكوباية زيت حجم متوسط، يعني مش كبيرة ولا صغيرة، وكمان كوباية نسكويك نفس حجم كوباية الزيت، و2 فانيليا، و1 بيكنج باودر. ودلوقتي انا هحط كل المكونات السايلة مع بعض. ابدأ الاول بالبيض، حطيت 3 بيضات، ودلوقتي هحط كوباية الزيت، وكمان كوباية اللبن، ودلوقتي هضيف عليهم النسكويك ودلوقتي هضيف السكر البودر. ودلوقتي هقلب المكونات السايلة بالمعلقة الخشب العادية، هديها تقليبة كده بسيطة، وبعد كده بحطها في الخلاط، او لو عندك مضرب كهرباء بتستخدميه، لو مش عندك بتضربيه في الخلاط عادي جدا. انا عندي المضرب الكهرباء هستخدمه، بحيث انه يبقى جوسي معايا خالص، يبقى عصير كده. ان انا هاخد منه في كوباية قد نص كوباية كده، هاخده على جنب، هخليه لغاية ما الكيكة تستوي معايا، ببدأ ازين بيه، بيبقى الشوكولات النسكويك على الوش كده من فوق. دلوقتي خلاص انا ضربته كويس قوي، باخد نص كوباية اهي، بشيلها على جنب لغاية ما بخلص الكيكة بتاعتي. دلوقتي انا هضيف الدقيق، 2 كوباية دقيق، هضيفهم على المكونات بتاعتي دي، وكمان هبدأ اضيف 2 كيس فانيليا، وهرجع تاني اضربهم بالمضرب الكهربائي بتاعي. دلوقتي احنا لسه في مكون لسه ما حطيناهوش، اللي هو البيكنج باودر. بعد ما هضرب المره دي، اللي هي المره اللي قبل الاخيره، هبتدي احط البيكنج باودر. البيكنج باودر بيتحط اخر حاجه في كل المكونات، بحيث اني ما افضلش اضربه اكتر من مره، عشان ما يفقدش الفايده بتاعته او المفعول بتاعه. دلوقتي انا هضيف البيكنج باودر، وهبدأ اضربه كمان، دي اخر مرة اضرب المكونات كلها بتاعتي.
بجد يا جماعة لازم ان شاء الله تجربوا الكيكة دي، بجد هتعجبكم جدا، والاطفال كمان هيحبوها جدا جدا. يا رب تعجبكم ان شاء الله، وتقولوا لي ده في الكومنتات ايه رأيكم. يعني هي بتطلع مظبوطة قوي وحلوة جدا يعني. ودلوقتي انا جبت صينية وحطيت فيها نص معلقة سمنة او زيت، يعني ممكن ده او ده، اي مادة دهنية موجودة عندك ممكن تستخدميها، بحيث ان الكيكة ما تلزقش في الصينية بتاعتك. ودلوقتي هبدأ أضيف الكمية بتاعتي كلها في الصينية. وطبعا أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، يعني مشغلها من شوية، يعني مش بعد ما بعمل كل المكونات دي وأحط البيكنج باودر وكل ده ابدا ان انا لسه اسخن الفرن، لا انا بسخنها قبلها بشويه، بحيث ان اول ما بحط المكونات بتاعتي كلها، الكميه بتاعتي كلها في الصينيه، بدخلها الفرن بتكون الفرن سخنه. دلوقتي انا بنضف الصينيه من فوق عشان لو في حاجه ناشفه او كده ما تحرقش معايا حاجه زياده او كده. وبكده خلاص الصينية بتاعتي جاهزة اني ادخلها الفرن. بالظبط اخدت ساعة الا ربع، ودلوقتي خلاص خرجتها. ودلوقتي هبدأ ازينها بالشوكولات اللي انا كنت مخلياه بالشكل ده. بتزينيها بقى زي ما انت عايزه تعمليها كلها، عايزه تعملي جنب وجنب، عايزه تعملي كده زي ما تحبي. هو ده بيدي طعم لذيذ جدا جدا وحلو قوي، زي كيكه الشوكليت كيك بتاعه المحلات او النسكويك كيك بتاعه المحلات. وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، بس انتوا جربوها وادعوا لي وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ودلوقتي انا سبتها تبرد شوية عشان اقدر اقطعها كويس. ودلوقتي انا بقطعها اهو زي ما انتوا شايفين، بتتقطع معايا بكل سهولة. بجد يا جماعه مش قادره اقول لكم هي طعمها حلو قد ايه، ومتماسكه ومش مفروله ولا سايبه من بعضها ولا اي حاجه، متماسكه جدا ومظبوطه 100% مظبوطه. وبكده خلاص ما تنسوش بقى، لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله، وشير ولايك لو عجبكم الفيديو. متشكرة جدا، باي باي.